بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هينا شويه ممكن نتقبل بقى الكلام في الفنيات ونتقبل الكلام في الكره شويه، يعني ممكن مثلا نرمي موضوع الملعب ونرمي موضوع الارضيه ونرمي موضوع السحر ونرمي الحاجات الكتير قوي اللي بره الملعب بدون نتكلم ككره وكتكتيك. ككره وتكتيك لما اتكلمنا على المنتخب الجزائري كنا بنقول المنتخب الجزائري عنده مشكله كبيره جدا في خط الدفاع، عنده مشكله كبيره جدا في خط الدفاع. عيسى مندي وجمال بلعمري، النهارده بلعمري مش موجود، موجود مكانه بدران، وللأمانة بلعمري فرق جدا 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 مع المنتخب الجزائري النهاردة. جمال بلعمري غير عبد القادر بدران، بدران كان عامل مباراة سيئة، مباراة سيراليون الشوط الأول، فلما تم تغييره بنزول جمال بلعمري خط الدفاع بدأ يتظبط شوية. غير ان في مشكلة للأمانة مش بلعمري وعيسى مندي او النهاردة بدران وعيسى مندي، هم اللي عندهم مشاكل دفاعية. يوسف عطال، يوسف عطال النهاردة لو قعدت تتكلم على الارضيه سيئه، تمام الارضيه سيئه، بس الارضيه ما لهاش اي علاقه بان الهاف بتاع المنتخب الايفواري اللي هو ماكس جابك ووداك وجابك ووداك كذا مره، ده ملوش علاقه خالص، دي فرديات فرديات. انت بتلعب مع جماعه اصحابك في ملعب سيء، بس في لعيب فيهم كورته عاليه، بيعرف ان هو يتكيف في اي ملعب، بيعرف ان هو يلعب كورته زي ما هو عايز، حتى لو الارضيه سيئه على قد ما يقدر بيكون مؤثر. يعني الفرديات بتفرق في الملعب الوحش، طبعا الفرديات بتفرق في الملعب الوحش. يعني منتخب الجزائر اغلبه محترفين، والمنتخب الايفواري مثلا كلهم كانوا مولودين في الملعب ده، مش مولودين في الملعب ده، المنتخب الايفواري لعب مباراه جميله على الملعب ده، لعب مباراه جميله على الملعب ده. وبعدين الارضيه كانت سيئه ماتش سيراليون، جات لك فرص وضيعت. الارضيه كانت سيئه ماتش غينيا الاستوائيه، جات لك فرص وضيعت. هل لو انت سجلت ماتش سيراليون او هل لو انت اتكلمت على التسجيل في ماتش غينيا الاستوائيه كان حد جاب سيره الارضيه؟ بلاش نتكلم على موضوع الارضيه ونطلع ان الجزائر طلعت عشان خاطر الارضيه ونطلع الجزائر طلعت عشان خاطر التنظيم. يا جماعه دي ملاعبنا، دي ملاعب الكره الافريقيه، ما تبقاش رايح بطوله في افريقيا ومستني تشوف ارضيه ملاعب قطر اللي احنا لعبنا فيها كاس العرب. دي افريقيا، دي ماما افريقيا، صباح الخير، دي افريقيا تاني وتالت و15. لو انت ما عندكش استعداد تروح تتكيف على الارضيات اللي هتقابلها في افريقيا، ما تكلمنيش على انت رايح تاخد بطولة افريقيا، لان معنى انك تكلمنا عن انت رايح تاخد بطولة افريقيا انك عالم بكل باطن امور افريقيا والملاعب والتنظيم والاجواء والتحكيم وكل ده، كل ده انت بقى رايح عارفه. انما لما تروح تصدم فيه في البطولة وعايز تقنعني ان الملعب وسوء الارضية والتحكيم والسحر هم اللي طلعوك، وال11 لاعب اللي كانوا في الملعب دول كانوا ملائكة، يعني دول بترين مثلا؟ يعني هل لو كوتي فوار خسرت النهارده وطلعت كان بومال او الاعلام الايفواري هيتكلم ان الموضوع موضوع ملعب وموضوع سحر وموضوع شعوذه؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان احنا بنلعب كوره، احنا خدين 11 لاعب ليه؟ 4 2 3 1 او 4 4 2 او 5 4 1 بنلعب كوره، احنا جايين نلعب كوره. هل دي شماته؟ انا قلت لك على كده، انا بشمتش في اي حد. ليه؟ لان الكوره جلد منفوخ، كده كده جت عليك النهارده هتيجي عليا بكره، دي حاجات اساسيات. بس لما نيجي نتكلم ككوره كمنتخب قد اداء سيء، اساسيات برضو ان احنا نتكلم ككوره، نتكلم ان رياض محرز ما كانش حاضر، نتكلم ان سعيد بن رحمه لو كان رجع مع رامي بن سبعيني كان قدر ان هو يتصدى للهدف الاول بتاع فرانك كيسيه. رامي بن سبعيني اول حاجه عملها بعد الهدف الاول بص على سعيد بن رحمه، لان سعيد بن رحمه جاي مع فرانك كيسيه، انت متحرك انت فرانك كيسيه من نص الملعب، فرانك كيسيه دخل لجوه وانت طلعت على الطرف. هل دي مشكله ارضيه؟ طب دي مشكله شعوذه؟ ولا مشكله ان في لعيب ما اداش الدور اللي عليه؟ طيب المنتخب الجزائري في ناس بدات تتكلم على ان المشكله لا في بغداد. طب المهاجم هيعمل ايه لو الطرف الشمال ضايع وصانع العاب ضايع والطرف اليمين اللي هو كابتن الفرقه مش موجود معاك في البطوله؟ لا رياض ولا محرز ولا ماني، لا ايه لا رياض، لا محرز ولا ماني ولا صلاح ولا كريستيان هالر ولا اغلب النجوم اللي جايين من اوروبا وصل البطوله. البطوله بتعتمد على اللعيبه اللي مفترض ان هم نجوم تانيه في الفريق. فين بقى النجم التاني اللي في الفريق بعد رياض محرز اللي هيشيل الفريق؟ بلايلي، بلايلي ما جاش برضه. ياسين ابراهيم من على الدكه، ياسين ابراهيمي ما جاش. طب في غولي مين اللي هيشيل الفرقه؟ ماشي رياض مضغوط مع سيتي في البطوله الانجليزيه وبيلعب كل اسبوع ماتشين ثلاثه، مين اللي هيشيل الفرقه بعد رياض؟ قلنا ان البطوله ان في افريقيا بتلعب كوره طويله، ايه اخطر كوره بتاع الجزائر الشوط الاول؟ لما عيسى مندي لعب كوره طويله لبلايلي. واخطر كره برضو اللي انت بتلعب كره ثابته اسماعيل بن ناصر بيطلع يشوط، دي اخطر كره على مرمى المنتخب الايفواري. رامي الزروكي هفضل اقول ان هو واحد من جرائم بالماضي التكتيكيه النهارده،
رامي الزاروكي وجوده كان سيء جدا، هل معناه ان انا بحقد على وجود جمال بن ماضي كمدير فني المنتخب الجزائري ان بقول ان هو اخطا فنيا؟ بيب جوارديولا بيخطئ، مورينيو بيخطئ، توماس توخل بيخطئ، كل مدربين عالم كره القدم بيخطئوا، بس تيجي تتكلم على ماتش، ما تتكلمش على مسيره، احنا بنتكلم على ماتش كوت ديفوار النهارده، وجود رامي الزاروكي خطا تكتيكي من جمال بن ماضي. رامي الزاروكي اللي انا كنت بتمنى ان هو يكون موجود الماتشات اللي فاتت، بس رامي الزاروكي النهارده كان غلطه تكتيكيه بالنسبه لجمال بالماضي لانه ما كانش حاضر، فمعنى ان رامز مش موجود ان اسماعيل بن نصر هيشيل نص الملعب لوحده، اسماعيل بن نصر هيشيل الاثنين الباكات وهيشيل الاثنين الهافات اللي ما بيرجعوش يدافعوا لوحده. لوحده بن نصر هيلعب لوحده ومفترض ان هو هيطلع قدام يعمل ادوار هجوميه. فده كانت حاجه صعبه جدا على اسماعيل بن نصر. الازمه بقى ان جمال بالماضي ما كانش مقتنع ان هو غلط في حوار رامي الزاروكي. ان هو اول ما فكر يغير في نص الملعب قرر ان هو يروح لاسماعيل بن ناصر اللي هو بن ناصر فيه المشكله. طب رامز؟ لا رامز بيأدى ده كويس. لا رامز فيه مشكله، رامز سيء. بقى تقول لي لا بن دبكه نزل وسجل، هقول لك بن دبكه وبن ناصر كانوا ممكن يعملوا خط نص كويس، بس انت للاسف الشديد اعتمدت على ان انت مش عايز تخسر رامز زروك النهارده، فللاسف الشديد طلعت خسران الملعب وطلعت خسران الاستحواذ وطلعت خسران كل حاجه. هتقول لي الاستحواذ؟ اقول لك المنتخب الجزائري كان عامل استحواذ سلبي، بس المنتخب الجزائري لما الكره كانت بتتقطع منه ما كانش بيرجع يستخلصها بسهوله زي ما كان بيعمل الماتشات اللي هو كان بيكسب فيها. مهمه استرجاع الكره من الخصم بسهوله واحده من اهم العناصر اللي بتخليك طالع كسبان في الملعب. النهارده لما يكون رامز واسماعيل بن ناصر ما بيعرفوش ان هم يرجعوا الكره من بيبي او بيعرفوا ان هم يرجعوا الكره من كيسيه او لاعيبه المنتخب الايفواري، فوقتها انت عندك مشكله جوه الملعب. احنا بنتكلم يا جماعه على ملعب كره قدم، بنتكلم على مباراه كره قدم، فيا ريت نخلي الكلام كله على مباراه كره قدم. المنتخب الجزائري النهارده استحق الهزيمه، استحق الهزيمه، لان المنتخب الجزائري احنا بنتكلم على اتنين باكات عملوا اداء دفاعي ولا اسوأ اذا كان عطال او رامي بن سبعيني، بنتكلم على اتنين مساكين، بدران عمل مباراه سيئه جدا، الوحيد في خط الدفاع اللي عمل مباراه كويسه عيسى مندي، ورايسن بولحي عمل على قد ما يقدر، يعني اغلب الاهداف الموضوع كان صعب جدا عليه اذا كان الاول ولا الثاني ولا الثالث. هنتكلم على خط الهجوم، رياض محرز كان سيء جدا، ضربة جزاء ما سجلهاش، بعدها وقف في الملعب، كان لازم يتم تغييره لان هو وقف في الملعب بعد ضربة الجزاء خالص. بلالي هو اللي كان بيحاول، بس مع ذلك انت غيرت رياض محرز وغيرت بالرحمة، انت للاسف الشديد غيرت اللعيبة اللي كان مفترض انك تسيبهم جوه الملعب، واللعيبة اللي كان مفترض تغيرهم انت سبتهم جوه الملعب. علشان كده انت عملت مباراة تكتيكية للنسيان، مباراة تكتيكية تستحق ان انت تخسر فيها، علشان انت درت المباراة بطريقة غريبة جدا، درت المباراة بطريقة اغلب للعاطفه، اللي هو انت بتحب لعيبتك ومش عايز تخسرهم، بس مع الاسف الشديد حبك للعيبتك خسرك الماتش. عارف ان الكلام بتاعي هيزعل ناس كتير، بس والله يا جماعه هو ده اللي انا شفته النهارده، وهو ده اللي انا بناء عليه هزيمه المنتخب الجزائري منطقيه بالنسبه لي، لان في مدير فني كان بيتفرج على الفرقه بتاعته وهي بتادي اداء سيء، ومع ذلك لما قرر يتدخل تدخل بقرارات سيئه. لو بعد كل ده عجبك الفيديو فانت معلم وبتحب الصراحه والحقيقه، لو ما عجبكش فرايك احترم.